فايل مالتس اي شوفي انت باعي هنا اعطي اف 5 العفو دكتور اف 5 شو يسوي؟ انت قبل لي على الشاشه اقدر اقلب السلايدات انت تريدين هسه هاي هي اخذت ايضا فكره او مفهوم الستيت اللي هو يعني عباره عن خلاصه لكل الاجراءات السابقه اللي تكون كافيه حتى تمكنني من الوصول الى الاجراءات المستقبليه بشكل امثل اللي هو خلاصه لكل الاجراءات السابقه الكافيه انه تمكنني من اختيار الاجراءات المستقبليه وبالنحو الامثل او بالشكل الامثل. فلو كان مثلا انا عندي باس اكشنز الاجراءات القديمه لكل المدن هي انه انا اذا امر بالمدينه نمبر 1 نمبر 3 نمبر 4 وتبار 6 5 3 اذا انا بسوي 3 اذا نقطه رجوعي او السيتي اللي انا اريد اوصلها ظهرت مره ثانيه هي 3 اذا حددنا المدينه حددنا الستيت 3 وحددنا اتجاه العوده اذا الستيت كارنت سيتي اللي انا اريد اوصلها واللي هي تكون نقطه عوده لها هي سيتي نمبر 3 مع تحديد الاتجاه. ريفيو كمراجعه ايضا لمشكله البحث اللي طرحوا لها الاستاذ عادل انه احنا بالبدايه اول شيء بحثناها حتكون متكامله الجوانب، بعد شوي حنشوف انه قد تمر علينا مشكله البحث ما مكتملت المعلومات، ما مكتملت الجوانب، بيها قد نقص معين. السيرج بروبلم اللي تمشي مع كل هذه الخوارزميات اللي تعرفنا لها قبل شويه. الناس يكون عندي ستارت ستيت نقطة البداية نقطة الانطلاق وأيضا يكون عندي الأكشنز أوف الأس الإجراءات لكل الإجراءات الممكنة يعني البوسيبل أكشن الإجراءات المحتملة أنه تحدث. أيضا عندي الكلفة لازم يكون عندي الأكشنز لازم يكون عندي الكوست لازم يكون عندي السكسسر وبالنهاية الإيد. الكوست أكشن الأكشن كوست عفوا اللي هي تحدد لي الكوست لكل إيج انا عندي المشكلة مالتي بالسيرش بروبلم. السكسس سكسسر اللي تحدد لي الستيتات اللاحقه القادمه اللي ممكن توصلني لمرحله النهايه من اوصل الى الاند اس وانا عرفت انه انا وصلت لمرحله النهايه في هذا السيرش بروبلم. الهدف من كل هذه الخوارزميات او المشاكل اللي احنا طرحناها بالسيرش بروبلم انه انا قادر احصل على المينيمم كوست باث احصل على اقل كلفه للمسار اللي انا اسير فيه. قبل لا نتطرق ايضا للشرح او قبل لا امر على الشريحه الثانيه احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقه الخوارزميات الاستمراريه اللي هي البي اف اس البي اف اس البي اف الدي اف اس والانتريتد تريبينج الباكت تراكينج واخذنا الخوارزميات اللي تتعامل مع الرسوم البيانيه اللي هي تي بي دايناميك بروجرامينج واللي هي ايضا النوع الثاني اليو سي اس يونيفورم كوست سيرش. زين اكو خوارزميات اخرى اي اكو خوارزميات اخرى اكثر ذكاء ممكن تتعامل مع مشاكل بحث بها نقص من هذه المعلومات مو هذه المعلومات اللي كانت متوفره. اذا انا اذا توفرت عندي كل هذه المعلومات اللي هي ستارت ستيت الاكشن الكوست السكسس الان راح بالنهايه احصل على المسار المطلوب الامثل. زين في حال لو كان انا عندي بالعكس انا ما عندي الكوست عندي المسار اكثر حد يشوف مشكله؟ زين شلون؟ قبل لا ننتقل الى شلون ناخذ فكره البارادايم طبعا الجيز ما تقول انه صاير مش معقول هذا الموضوع بارادايم يعني نموذج المثال انه انا عندي موديلينج نمذجه احاول انه يعني من خلالها يكون عندي ليرنينج تعلم كيف انه انا اتعلم او اتعلم الديتا ليرنينج عفوا سو ليرنينج للديتا اللي عندي وبالتالي انفرنس استنتاج او استنباط للمشكله اللي انا اريد احلها. زين هنا مفهوم الليرنينج هذا مفهوم الليرنينج قد يكون هو معاكس مو قد يكون هو بالفعل هو معاكس لمفهوم السيرش بروبلم. شلون؟ هسه راح نشوف بعد شويه. اذا احنا محاضرتنا هذه اليوم الفكره ما بيها انه اني شلون استطيع اوصل الى الحل بوجود نقص عندي في مساله البحث في مشكله البحث.
انه انا شلون اوصل الى الحل الامثل من خلال بوجود بعض النقص اللي عندي بالسيرش بروبلمز. لاني كوس رح ناخذ فكره عن اللاند كوس، رح ناخذ فكره عن الاي ستار سيرش اللي رح تكون اكثر ذكاء او اكثر تطور من الخوارزميات اللي اخذناها في المحاضره السابقه، وراح اتطرق لها ان شاء الله. سيسوها مشهوره، وعندنا ريلاكسيشن ريلاكسيشن الاسترخاء، هي فكرتها مفهومه انه شيل القيود من السيرش بروبلم حتى تقدر تحل مشكله البحث اللي عندك. لو رجعنا الى مثال الترانسبورتيشن اكزامبل، يعني مثال النقل او الانتقال من مدينه لمدينه اخرى، فاذا انا مشكله البحث عاديه، جوانبها مكتمله، ما عندي بيها نقص، اللي هي انا عندي ستارت ستيت وعندي الاند ستيت، هذه الحالتين المطلوبه الاولى والنهايه، البدايه والنهايه، ما بينهم انه عندي كل الستيت شنو هي حالته، الاكشن شنو هي حالته، السكسسر شنو هي حالته، اذا عندي هناك تو اكشنز. انه يا اما اسوي walk actions الى اجراء المشي واني امشي من S الى S والتكلفة مالتي هي واحد، او اخذ ترام والاجراء مالتي واني دا اعمل two state حالتين او بخطوتين ازيد من الwalk. فاذا انا عندي الاكشن هو من S الى 2S والكوس عندي هنا 2. اذا نعم لا هو فرق، هو في البداية يقول لك أني الووك، أني الووك عندي هي تأخذ حالة واحدة من عملية الانتقال، هي حالة واحدة، لكن الترام تأخذ عملية انتقال اثنين. الكواس ما لها علاقة، الكواس هو فرقها، الكواس واحد والكواس اثنين. هذا انطبق واحدة من الخوارزميات وطالع عندها هاي النتيجة. يعني مو أنا هاي الخوارزمية. على هذا الخوارزمية، على هذا الباث. أوكي؟ فإذا أنا اتطلقت من الخوارزميات اللي تسوي بروبلم، اللي طرقناها في المحاضرة السابقة، وخذنا فكرة عنها أو مراجعة عنها سريعة بالبداية. طرقت واحدة من الخوارزميات هذه فظهر عنها ووك ووك ترام 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 ووك ترام ترام. إذا أنا من طبقت هذه الخوارزمية، ظهر عندي السيرش ألغوريثم، أنا حصلت مينيمم كوست باث، حصلت أقل مسار أو أقل كلفة للمسار اللي أنا أريد أتبعه. زين، في حالة إنه أنا بالليرنينج أبي أتعلم أو أتعلم المشين، شلون إذا أني الكوست عندي هنا مجهولة؟ كلفة هذا الكوست ما معلومة عندي. بالسلايد اللي قبله بهذه السيرش بروبلمز كانت الكلفة هنا موجودة، حصلت بالنهاية المينيمم كوست. زين هنا هنا أني عندي المينيمم كوست، أنا عندي المينيمم كوست باث. عفوا مينيمم كوست باث، نعم، يعني المسار أقل مسار ممكن إنه أني أسلكه، أنا عندي عرفة معروف عندي مثلا. هسه أني برأيكم من أريد أوصل للباب أروح نهاية القاعة بعدين أرجع للباب، لو راسم دايركت في هذا الاتجاه أكيد هذا أقل مسار، كلفتي حتى الكلفة بعدد الخطوات رح تكون أقل مما أروح نهاية القاعة وأرجع لها. فإذا أنا أعرف إنه أفضل طريق إنه حتى أوصل للباب هذه الخطوات هذا المسار، بس الكلفة ما أعرف إيش قد. مثل ما مطلوب قبل هنا الترانسبورتيشن اكزامبل، عندي الستارت ستيت اللي هي مدينه رقم واحد، افضل اوصل الى اي مدينه؟ مدينه نمبر 2، وعندي المسار الافضل او الامثل، بس الكلف ما اعرف ايش قد. زين شلون ممكن نحل مثل هذه المساله؟ learning as an inverse problem. اذا learning عمليه التعلم هو عمليه معاكسه لعمليه search problem. search problem كان عندي الكوست معلومه تعطيني سلسلة من الإجراءات. بالليرنينج اللي هي الإنفرس بروبلم هي عندي سلسلة من الإجراءات وأبدا أحصل الكوست. فإذا عملية التعلم عملية معاكسة للسيرش بروبلم، إنه أنا بالسيرش بروبلم فورورد بروبلم، إنه أبحث إلى الأمام، تكون عندي طريقة اتجاهي أو طريقة الشغل مالتي البحث هي فورورد. أنا عندي سلسلة، عندي عفوا كوست للحالة الستيل للأكشنز الموجودة عندي حسب وات إيفر ذا the search problem، راح احصل مجموعه من الاكشنز A1 A2 الى A of K او A of N. تمام، so inverse problem learning انا كل عندي سلسله من الاجراءات واريد اعرف كل الكلف اللي وصلتني لهذا الاجراء. prediction inference problem، اذا عمليه التعلم يعني معاكسه للسيرش بروبلم، بنفس الوقت اقدر اعمل نقول عليها هي عمليه تنبؤيه، انه انا شلون اقدر اتنبا كلف الكوست اللي
ممكن اسخنها حتى ظلمت الشاشة وعبد ظلمت زين الشاحنة هذه هذه الشاحنة اتجاه اني اتجاه اني اما اسلك الاتجاه ووك ترام
انه انا اسير بهذا الاتجاه، حتكون كلفة اسير بهذا الاتجاه هو 5. يلا اخذ الاتجاه الثاني اللي هي ووك ووك ووك، اذا ثلاثه بثلاثه بثلاثه راح تصير عندي 9. زين انا محققت الهدف اللي هو طولي اوبتيمم كوست مينيمم اخر سوري مينيمم كوست بار اقل مسار مطلوب او ما حققت. ليش؟ لانه انا صار عندي 9 اللي هو الووك ووك هو نسبته او قيمته اعلى من الووك ترام. زين اذا انا شو هاخذ؟ راح اخذ المسار الثاني اللي هو الواي برايم يساوي لي الووك ترام. هذا تحقق. ليش؟ لانه اقل كلفه. بس نجي نقارنه بالمسار اللي عندنا ليش هذا؟ اذا شو حنسوي؟ حنسوي حاول اعاده او تغيير لقيمه الكلف اللي احنا فرضناها. تحديد تويكينج كوست، تغيير او تبديل للقيم اللي احنا فرضناها بالمره الاولى. زين شلون نغير هذا القيم؟ شنو اللي نقدر نسوي؟ الفكره ما بيجي يقول لك، يقول لك اذا انت تريد توصل للمسار الافضل الواي الحقيقية نقص قيمها والواي التنبؤية زيدها. فإذا الآن أجي هنا أقول للووك عندي بالبداية فرضت 3، أريد أوصل للووك الأولى هي 3، فإذا خلنا نقصها